من المتحف الأثري شيكاغو ولاية إلينوي أمريكا، مسلة حمورابي أو قوانين حمورابي من بلاد ما بين النهرين. نحن من سن القوانين والآن برلماننا يعيث فيها فسادا. نحن من علمنا المحبة والحضارة وما كانت الشمس تشرق إلا من ميسوبوتاميا، والآن لا يظهر في العراق إلا الفساد. ثلة من اللصوص يحكمون العراق، الطائفية، العنصرية، الكره، توزيع الفردوس كما يشاؤون، وتوزيع الجنة وجحيمها، نثر أوسمة الإيمان والتقوى على حسب مقاسات العمامات. إلى متى؟ هنا وكما أي متحف لا يمكن أن يكون متحفا إلا بتاريخ ميسوبوتاميا، يقف هنا شامخا أكبر ثور مجنح. أقسم بعزتك سيعود العراق شامخا، لا نحتاج إلا بعض المحبة. ألم يحن الوقت لأن نحب بعضنا؟ ألم يحن الوقت لأن نتعاون؟ الحلول للعراق هي فقط مجرد محبة وتعاون، لا يهمني بل لا يعنيني كيف تصلي لربك، يعنيني كيف تحب وطنك وجارك زميلك. محرام؟ محرام هدول يضلوا بالغربة؟ ولا نقول نحمد الله ونشكره أنه هدول بالغربة مانن بين إيدين هاللصوص والفاسدين؟ ولو أسهل شيء فينا نعطيه للعالم هو المحبة، المحبة وبس. أنا ما بيهمني تعبد محمد أو يسوع، ما بيهمني تحتفل بالعيد النبوي بأعياد مثل ما المسيحيين بيعملوا شجرة أو أي شيء. اللي بيهمني نحتفل بعيد الاستقلال، بعيد العمال، بعيد المعلم. اللي بيهمني إنه ندق على باب الجار ونقول كيفك، ينعاد عليك شو من كان العيد. ما بيهمني انت بتتخرج محامي او بتشتغل عامل بلدية، مهم نحن على سقف وطن واحد، نفس المي بنشربها. انا ما بيهمني بتصلي لله ركوع ولا بتصلب على وجهك، اللي بيهمني لما بنرفع العلم بنرفعه حبا بالعراق، حبا بسوريا، حبا بالارض اللي انت عم تعيشها. ترى العلم مو ألوان وكلمة الله أكبر، العلم هو نحن. هالألوان مثل ما عم تمتزج ما بين بعضها لازم نحن نمتزج. العالم كله بيتباهى بتاريخنا ونحن عم نوقف. لا، تاريخنا حاضر لما نحن بنكون موجودين بنحب بعض، بس لا أكثر ولا أقل. فيها تشرق الشمس من بلاد ما بين النهرين. اللي علم هالقوانين فينا نتعلم منه، لحدا يقلنا شو أخذنا من الحضارة. العالم كله عم تمشي على حضارتنا، لحدا يقلي شو استفدنا من الماضي. ما الماضي، أخطاء الماضي اللي خنقناهن عم ندفع ثمنهم الآن. الأم العراقية والسورية بكفية بقى تقديم شهداء، بكفي كل تجعيدة فيها مليون شهيد، بكفي حاج أمهاتنا تقدم شهداء. ما عم تربينا لحتى نكون شهداء بإيدين ميليشيات وساسة ورؤساء عم يحشوا بطونهم من خيراتنا من جثثنا. بكفي كل ما يلزم العراق. ألا تدركون الآن أن العراق
كل شيء فيه طائفي إلا الشغلات السلبية، إلا الأشياء السلبية. الفقر ليس طائفيا، الظلم ليس طائفيا، الوجع ليس طائفيا. كل شيء في الكون عنصري إلا العنصرية، كل شيء طائفي إلا الطائفية. ما بتفرق حدا، صلي مثل ما بدك واسجد مثل ما بدك، بس لما يجي الموضوع على الوطن هون بدك توقف. الوطن إلنا كلنا، بكل مكوناته، بكل فئاته، بكل أعماره. لازم نرجع العراق مثل ما كان. ما بده لا سلاح ولا أي شيء. ترى الموضوع جدا سهل، يحتاج فقط محبة. أنا كل منحوتة موجودة في هذا المتحف هي خنجر فيني أنا، يذبحني أن يكون الآخرون متباهون بما لا يملكون، بما سرقوا. المتاحف هنا مباهاة بما سرقوا. أليس أغرب من أن يتباهى اللص بما سرق ونحن نزورها كضيوف؟ نحن أصحاب هذه الآثار ونزورها كضيوف. لا، وبدأ